السؤال: هل يحتاج السيد المسيح إلى 3 أيام ليخرج الذين ماتوا على رجاء القيامة في الجحيم؟ إذا لماذا قام في اليوم الثالث ولماذا لم يقم في اليوم الرابع مثلا؟ هي الأيام دي كلها ما كانتش لإخراج الذين ماتوا على رجاء، ما فيش شك أنه من أول يوم بعد صلبه خرجهم ووداهم الفردوس وفتح باب الفردوس ودخل معاهم اللص اليمين من أول يوم، لكن ما قضاش 3 أيام عشان يخرج الذين ماتوا على رجاء. لكن حكاية 3 أيام دي كما وردت في النبوءات القديمة برضو، لأن لو دفن وقام في نفس اليوم يقول له صح ما كانش مات، أو كان في التعب وصحي وقام. لماذا لم يقم في اليوم الرابع مثل العذر؟ ما انا لو قلت لك يقوم في اليوم الرابع تقول لي ولماذا لم يقم في اليوم الخامس؟ يعني مش هنخلص.